منزل غيت بروان، والمتابعون يطالبون غيت بفيديوهات أكثر مع الشلة وبداية صلح مافلوكس مع راشد بالحصى. شاهدوا المزيد من التفاصيل. أول خبر لدينا هو خروج إشاعات جديدة عن علاقة نورمار مع التيك توكر عايدة. فبعد ذهاب نورمار إلى تركيا ولقائه المستمر مع عايدة، البعض ظن أن هناك علاقة حب تجمع هذا الثنائي. ما رأيكم بهذا الأمر، وهل أنتم مع أو ضد هذه الإشاعات؟ أما الخبر التالي لدينا فكان من نصيب والدة نارين بيوتي، التي نشرت مؤخرا صورة جديدة على الإنستغرام ونهالت عليها تعليقات كثيرة حول أنها توجد في بناية غيت مروان. هل هذا الأمر صحيح أم لا؟ أعطوني رأيكم بالتعليقات. أما عن آخر أخبار اليوتيوبر موفلوكس، فمو نشر مؤخرا فيديو على قناته الإنجليزية، وكان الفيديو عبارة عن هدايا يقدمها لأمه ندريش وأخته لانا، ومعظم هذه الهدايا كانت ألعاب طفولية أو أدوات مطبخية لأمه. وفي هذا الفيديو تحديدا موفلوكس التقى مع راشد بالحصى، ويبدو أن علاقة مو مع راشد أصبحت جيدة، حيث يذكر أن بعد مباراة راشد بالحصى مع أنس الشايب وعدم حضور موفلوكس المباراة، راشد في ذلك الوقت ألغى متابعة موفلوكس على الإنستغرام. وفي نهاية هذا الشهر نرى بداية صلح بين أغلب اليوتيوبرز العرب. أعطوني رأيكم بهذا الخبر. أما الخبر التالي لدينا كان من نصيب ساحر القلوب غيت مروان. فبعد نشره آخر فيديو على اليوتيوب جاءته تعليقات كثيرة حول محتواه على اليوتيوب، والكل طلب منه أن يكثر من فيديوهاته مع الشلة، حيث نال آخر فيديو إعجاب الجميع. والشلة أيضا أضافت جو كوميدي خطير، والكل صرح أنهم لا يستطيعون التوقف عن الضحك بسبب هذا الفيديو. ولا تنسوا تعطوني رأيكم بخصوص هذا الموضوع. وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا كتير لدعمكم ومحبتكم، ولا تنسوا اشتراك في القناة وتفعيل الجرس، حطوا لي لايك حلو مثلكم، نشوفكم في الفيديو الجاي.